fucking no more. 5, 6, 7, 8. Here are some of the supporters of Israeli snipers. They support mass murder. Yeah. 1, 2, 3. نشارك في يوم القدس لأننا نعتبر أن هذه القضية هي قضيتنا، قضية العرب، قضية المسلمين. كذلك لأن البحرانيين يشعرون بما يشعر به الفلسطينيون من ظلامه، كما يعمل الصهاينة لتغيير التركيبة الديمغرافية في أرض فلسطين يعمل الخليفيون، كما يعتدي الصهاينة على دور العبادة والمساجد يفعل الخليفيون، فقد هدموا المساجد. هناك تعاون أمني، هناك تعاون سياسي، هناك تعاون اقتصادي، هناك تعاون حتى رياضي بين الصهاينة وبين النظام الخليفي، وبالتالي هذه كلها أمور تدفع البحرانيين بل تجعلهم أكثر إصرارا على تبني قضية فلسطين وعلى رفض سياسة التطبيع التي يتخذها النظام الخليفي. ويجب على شعب البحرين أن يؤكد أنه ينفصل في ثقافته وفي قيمه عن النظام الدكتاتوري الذي يستميت وهو محموم للتطبيع مع الكيان الصهيوني. النظام الخليفي والنظام الإماراتي والنظام السعودي والنظام المصري، هذا الرباعي الذي يستميت لتطبيع العلاقات مع الصهاينة، ونحن شعب البحرين وكل الشعوب المسلمة والعربية والحرة تقول كلا للتطبيع، ونحن مع الشعب المناضل الفلسطيني. We're here outside the Saudi embassy. I'm not one of the organisers, but I guess it's because Saudi Arabia is an increasingly close ally of the State of Israel. It has been an ally for quite some time, but this has been kept really a little bit confidential. But now under Mohammed bin Salman, it's completely shameless, and the Saudis have lined up with the State of Israel, and they're prepared to throw the Palestinians under the bus. They're prepared to allow Israel to ethnically cleanse at an accelerated rate. So, I mean, there are hundreds and hundreds of millions of Muslims in the world, but they better start thinking about why the Saudi government is in bed with a regime which kills Muslims because they are Palestinian Muslims. I don't know if the Saudi regime would feel confident to ally with the regime in Burma who are ethnically cleansing Muslims. But it's even worse in Israel, because it's in Palestine, because it's been going on for longer, and it's absolutely clear, I'm sure, to most of the Saudi population. نجتمع هذا العام أمام السفارة السعودية، أمام سفارة هذا الكيان الذي للأسف خذل الفلسطينيين من خلال تصريحات مسؤوليه وإعطاء حق مزعوم للصهاينة في أرض فلسطين، وهذا أمر يناقض كل الأعراف وكل القيم وكل الأخلاق الإنسانية، فضلاً عن الإسلامية إن كانوا يزعمون أنهم مسلمون. ولذلك انطلقت المسيرة في هذا العام من أمام السفارة السعودية، وسوف تتوجه إلى مقر رئيس الوزراء البريطاني لإعلان الاحتجاج على كل ما يجري في أرض فلسطين من انتهاكات للحرمات والدماء والسكوت العالم على الجرائم الصهيونية في فلسطين. One, two, three, four.